السلام عليكم والصلاة والسلام على أشرف المرسلين. يوم إخوان إن شاء الله نكمل نصيف كور ديالنا. وصلنا لبارتي 6 وهي كونفيغاسيون بروتوكول ديال ACP سيغ لو روتور سيسكو. أول حاجة غنعطي أون إيدي سيغ بروتوكول ديال ACP. بوغ ديال ACP هو ديناميك هوست كونفيغاسيون بروتوكول كي بيرمي دوني ديناميكمون لي زانفورماسيون أ أن بي سي كي سي كونكت أو ريزو. Les informations comme une adresse IP, comme passerelle, comme masque sur réseau, comme DNS, comme intelligence, etc. Avant mes projets de service de ACP, qu'un administrateur qui a les informations donc, manuellement. Parfois, quand les entreprises ont 100-200 postes, il y a un administrateur qui sait aller. باش يكونفيغري هاد لي بوست هذا. سي بور سولا جا هاد السيرفيس ACP سهل علينا باش يعطي ديناميكمون لي زانفورماسيون ان بي سي. بون غنمشي دابا غندير براتيك سو سيميلاتور باكي تراسر. نعتبرو مثلا هنا جي ان روتور باغ اكزومبل، هنا عندنا ان سويتش، ندير هنا 4 بي سي. Ou 5 par exemple, comme ça. On a un câble face à internet aussi. Non, voilà. Après, une fois de retour, enable configure terminal. ندخل لانترفاس فاس انترنت 0/0، نعطي ادرس اي بي ادرس باغ اكزومبل 168.10.1 نو ماسك بار ديفو. فوالا، اي ابخي اكتيفي لانترفاس نشوت داون. الوغ maintenant on dire IP de ACP, on sort l'interface de IP de ACP pour semi par exemple ESTA na TSLI par exemple. Après les networks et les networks on a réveillé différents les adresses IP par exemple on a en fait le local ici différents من 1 jusqu'à 255. يعني نتورك 192.168.10. هنا غنديرو ادرس ريزو و هنا نو ماسك. فوالا، غندير ديفولت، يعني هنا خصني نعطي باسريل، يعني غنديرو ديفولت روتر، يعني باسريل هو لانترفاس فاس انترنت 00، يعني غنعطي ادرس IP 192.168.10.1. فوالا، باغ اكزومبل نعطي انا عندي مثلا DNS، باغ اكزومبل هما DNS سيرفر، نعطي ادرس IP ديالو، باغ اكزومبل 212.217.1.17. فوالا. maintenant je pense que mettre la configuration de retour floca maintenant non les serveurs maintenant par exchange ou ESA server proxy يعني خصنا نرزيرفي على الادرس اي بي، يعني خص تي اس بي ما يبداش يفرق تو الادرس اي بي، يعني شي وحدين غنبقى ريزيرفي يعني ما يفرقهمش. alors غندير اي بي، غنخرج من الانترفاس هنا غندير IP تي ACP excluded. فوالا excluded address، و غنقول ليه 192.168.1.1 باغ اكزومبل 192.168.1.1 جيسكا 192.168.1. هنا قلنا انا 10 باردون، قلنا غندير 10.250 باغ اكزومبل. فوالا،
ماتنو كملت لا كونفيغاسيون تاع تي اس بي، غنمشي لي بي سي ديالي، غنمشي ديسكتوب كونفيغاسيون اي بي، غادي هنا كوشي تي اس بي، غنتسنى شوية. هو عطاه 20، يعني اش قلنا في الاول يعني من 1 حتى 20 ما بداش يفرق لي زادا سي بي، يكون هنا زيرفي، يعني بدا من 21 روماتيك بار ديفول، باس ريل هو 10.1 يعني هو تاع الروتور، اي تي ان سيرفر عطاه على سي بي 18.17.17، يعني الاول عطاه 21، الثاني بيان سيغ عطيه 22، فوالا، الثالث يعطي 23، فوالا، الرابع يعطي 23، 24، فوالا، الخامس يعطي 25، يعني باش نشوف لي زانفورماسيون ديال تي ان سي بي. كندي الشاو اي بي تي ان سي بي بيندين، فوالا هما لي زادريس اي بي نعطى لي بي سي في الريزو لوكال ديالنا. نتمنى ان الدرس ينفع اعجابكم، و الا كان شي تساؤل او شي تدخل كاين سيت هو www.sre.tk و udv.com. في أمان الله، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.